شوفوا مع حبيبي قال لكم بالك وبالك ويضرب يضرب هذا مولود يضرب غير بالك شتو شتو يضرب الله يبارك يا خويا صافي بليزير خوتنا دائما تحيه لخوتي من باب الواد بيوسير جامع اليهود نحيهم مولود يا واد عبدو الفضاء هذه يا خويا الله يبارك خويا هذا خشين واش يكون هذايا؟ هذا سداس هذايا في سداس هذايا هذايا سيمونه 13 ونص هيدا سيمونه في 13 ونص بالمناسبه اه وقال لكم ماهوش بعيد حبيبنا راهو في بير خادم اونتروطون في الكاريتوس صحيت بارك الله صحيت خويا اي دام كذلك شوفوا مع اخونا هنايا جاب لنا مجموعه من الكيكي الحق العيد يعني يديروا لنا الزرايبه هذه تجي هايله يا خويا ها؟ صورنا معاه تاع الجلفه الله يبارك نحييهم بالمناسبه هذا خويا صراح هذا مسارحين فهمت وحنا رانا في السومه تاع المعقول ماناش في السومه كيما نقولوا هذيك تاع الهبال هذيك شنو هذوك المواطن كيسمع 4-8 يقول لك غالي بزاف لا لا خويا والله راني في المعقول هكذا مازال ما دخلتش للسوق عليك الله يبارك هذا هو مول المال هذايا منين جيتنا العزيز من الجلفه بيان سور دائما خاوتنا من الجلفه كي نجوا لهنا يزهيو لنا الحاله واش نزيد يزهيو لنا الفري يا خويا هكذا عاونوا لنا المواطن فقط برك الله يبارك هذا مكان سينو هادو ماهوش يكونوا دنيان هادو ما كامل دنيان صافا شويه لاباس بيان حنا شعارنا لازم كاع يعيد حبيبي ربي يبارك ما بين احنا الزوالي كبير وصغير الناس كاع تعيد لازم كاع يعيد حبيبي هادي هي صافا خو لاباس بيان هاو جاب لكم هنايا خرفان مويان ووزن السلعه بسم الله والصلاة والسلام على المرسلين تحية طيبة لكل من يتابع قناة ناصر تيفي من داخل ومن خارج الوطن إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دائما قناة ناصر تيفي راهي متواصلة في تغطية حول أسعار كباش عيد الأضحى ورانا متواجدين بالسوق نجيب لكم الأسعار نعطي لكم نظرة هكذا يا باش إنسان كما يقولوا يعرف أبي بري الأسعار ونراهم يدوروا إذن نبدا على بركه الله مع خوتنا لهنايا جابوا لنا زوج ست سان يا اخي زوج سان هذاك سداس وهذا ربع هذايا في سداس كما راكم تشاهدوا وهذايا في ربع والسومه سوونا هذا عطاوني 10 ونص هذاك عطاوني 10 هذا 10 ونص وهذايا 10 والبيع بعد راه فيها ماشي بعد بزاف فيها شويه 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 اخويا ربي يقدرك خويا العزيز بارك الله فيك صحيت اذا هادو ما خرفان يا اخي وشحال قطعت لنا السيد ما قطعتوش سمونه 72 ها انا سنو فيه سوم هكذا جمله عطاوني 63 63 وفي الرادي 72 في الرادي عطاوني 73 هذايا 72 كاين ديفيرونس 72 هذايا 65 65 وسلاك ما فيهاش مازال ربي يقدرنا قالكم خونا الله كيما قال لكم كاليتي مليحه هذايا تباعد ب 12 مليون الخريف هذايا ما يجيش العياده مع الميمه ديالو هاي ليك راكم تشاهدوا يا خويا ونجوز عند حبيبي حبيبي القوه بصح ما حبش يجيب لي الكباش يجيب لي دوك جيب لي الكباش يا راجل ها خوتي احسن لعجه في الجزائر اولي والله العظيم غير قوه الله يبارك ما شاء الله اللي يحب ينزل تفضل خويا اللي يحب يا ربي الشتلة راهو هنايا خويا وقال لكم قلت لك الكباش يا اخي الخشين حاجه الشتلة الله يبارك ما شاء الله هكذا شحال الحقوا هكذايا هادوما 45 مليون كيما راهم هكذايا وراهم على ميلا ذلك دائما مع خويا يعني حنايا هذا الفيديو خاص بالكباش ولكن النعجه هذه لازم نديروها في الوسط باسكو يعني قلتلكم شتلا ما شاء الله اون سي جامي انسان اللي يحب هادوما مشيت بها بيان سير خاوتي هادوما اللي يحب يربي هكذايا يدي نعج كيما هادوما كيما قال لكم على ميلاد الله يبارك واش داروا واش داروا السومه؟ عطاونا 11 جمله كيما قال لكم خلي لهم الرقم على المباشر هكذا يا ما حبيبي وما حبش يبعث لي كاع الكباش ما بعث قلت له سي المومون باش تبعث ما حبش يبعث
هكذا خوتي يعني نخلي لكم النيميرو تاع خونا اللي يحب قلت لكم يعني يا ربي الشتله من خوتنا بربما في الغربه اللي راهم حابين ينفيستي ولا هذه هي الشتله الشابه هادو ما وهادو ما الله يبارك 669 0669 61 61 50 50 21 21 هذا هو الرقم المقر المتواجد في بويره وكل جماعه هنايا بسوق الاربعاء اللي يحب يا ربي يتواصل مع خويا بارك الله فيك والله الحمد لله لاباس. اذا كما قال لكم خونا هدايا ساموه 10 ملايين وهذو ما 99 ونص يعني نقدروا نقولوا 10 ملايين والبيع مثلا بعد شويه هاشا من عند الشاريه قال لكم من عند الشاري. اذا بالمناسبه كما قال لكم خونا كذلك توجر مع الكباش اللي شفتوه مع الاول قال لكم هذو ما سامونا 34 مليون جمله كما راهم في ثلاثه يعني الواحد 11 مليون هدايا يعني 11 مليون و300 للواحد. بالنسبه للبيع يا خويا قال لكم مازال من عند الشاري مي احنا دوك ان شاء الله كي نمدوا رقم الهاتف يا خويا قلت لهم اتهلاو فيه هذا ما كان هو يتهلاو فيكم. بالمناسبه راه متواجد في الرافيغو هكذا يعني ما راهوش بعيد هنا على سوق الاربعاء تقدروا تواصلوا الكوري ديالكم قال لكم كان سلعه الله يبارك كيما هذه بون خشينا عليها ما كاش هذه خشينا كامل هذه خشينا كامل حاجه خسر عليها كاين ما كاش ما يخدموا غير هدايا الفوليوم كيما يقولوا هكذا تواصلوا معاه يا خوتي نيغوسي. قول لي خويا العزيز 0 77 98 49 35 هذا هو الرقم تقدروا تواصلوا مع خويا مون فرار بارك الله فيك وربي يقدرك سي جونتي يعطيك الصحه صحيت بارك صحيت خويا ايما اذا كذلك شوفوا مع خونا هنايا جاب لنا مجموعه من كي يلحق العيد يعني يديروا لنا الزرايبه هذه تجي هايله يا خويا صورنا ها اذا بالمناسبه نطلعوا عند خونا لهنايا الله يبارك هذا هو مول المال هذايا منين جيتنا العزيز من الجلفه بيان سور دائما خاوتنا من الجلفه كي يجوا لهنا يزهيو لنا الحاله واش نزيد يزهيو لنا الفري يا خويا عاونوا لنا المواطن فقط برك الله يبارك هذا المكان سينو هادو ما واش يكونوا تنيان هادو ما كامل تنيان وخرفان تنيان وخرفان كما قال لكم الله يبارك وهذا شحال داروا؟ هادو 10 و700 10 و700 جمله ولا فرادي؟ لا لا 10 10 عطاهم 10 و700 عطاونا 10 يعني 10 و700 فرادي لواحد هكذايا والبيع ان شاء الله يروحوا ان شاء الله 11 ونص 11 ونص كيما قال لكم خونا 11 ونص سينو قول لي هكذا في العيد وين تحط؟ في العيد ما تدخلش العاصمه لهنا في العيد وين تحط؟ في بابا جراح بابا جراح الله يبارك اذا خونا قال لكم هكذايا نحط في بابا جراح باسكو احنا الجلفه بعيد علينا شويه ما نقدروش نجوا الله يبارك اذا حبيت تخلي الرقم تاعك هكذايا المواطنين يشوفوا الفيديو يتصلوا بك ان شاء الله عليك 06 73 73 98 98 55 55 44 هكذايا راكم تشوفوا الكباش وكاين متواجد بك ترى هكذايا كاين الكباش متواجدين بك الله يبارك ريقلنا الخاوه برك هذا ما كان ريقلوا لنا هذه هي على بالي على بالي ريقلنا برك ان شاء الله المواطنين هكذايا باش ان شاء الله نسلقوا واش هو من كيما راكم تشاهدوا خوتي قال لك سامونا ب 13 ونص وما حبش يبيع بيان سور ام يستناو على كاش 15 ولا هادو نورمال يكونوا 4 تنيان راكم تشوفوا يا خوتي يعني صراحه سي با فاسيل انظروا لعند المسار لهنايا جاب لنا هدف ثاني هدايا ثاني الله يبارك خوتي احنا الساعه سمحوا لي باسكو السوق راه معمر هانيش نقدر نصور الاس شحال ساموك في هدايا 10 و300 حاولك الكبيش قال لكم 10 و300 كده شوفوا مع حبيبي قال لكم بالك وبالك ويضرب يضرب هذا مولود يضرب غير بالك شوف شدوا شدوا يضرب الله يبارك يا خويا صافي بليزير خوتنا دائما تحيه لخوتي من باب الواد بيوسير جامع اليهود نحيوهم ان شاء الله خويا العزيز ان شاء الله اذا كذلك مع حبيبي واش راك خويا العزيز صفا لاباس دائما حبيبنا الكباش والعيد والعزيز واش راك صافا شويه لاباس بيان حنا شعارنا لازم كاع يعيدوا حبيبي ربي يبارك ما بين احنا الزوالي كبير وصغير الناس كاع تعيد لازم كاع يعيدوا حبيبي هذه هي صافا خو لاباس بيان هاو جاب لكم هنايا خرفان دقيق مويان نوز السلعه خرفان عطاوني 10 ملايين الحلال هذايا سموه 10 ملايين هادنا هدايا واش يكونوا السن تاعهم هذوما؟ تنيان هذوما
عطاوني 10 ملايين. هذا كما قال لكم خونا 10 ملايين كذلك. هكذا يا شوفوا. كاين هذا عطاوني به 10 ملايين. هذا يا سموه ب 10. كنقولوا لا 20 مليون لا 30 مليون لا كوري لا الحراس خويا. عطاونا 10 ملايين. هذا يا كما قال لكم كذلك 10 ملايين والقال هذا يا خويا. شوفوا. البضاعة هذه يا خويا. الله يبارك خويا. هذا خشين واش يكون هذايا؟ هذا سداس في السداس. هذايا في السداس هذايا. هذايا سيمونه 13 ونص هيدا سيمونه في 13 ونص بالمناسبه. وقال لكم ماهوش بعيد حبيبنا راهو في بير خادم اونتروطون في الكاريتوس هكذايا حبيبنا درت كان في بير خادم دوكا راهو زاد وسع الحاله ان شاء الله زيد لنا كوري منا كوري منا كوري منا هكذايا الله يبارك. اذا كالعاده يعني كل عام راه معاكم لهنايا يخدم الكيباش الكوري قال لكم راهي متواجده الكيباش بكثره نخلي لكم رقم الهاتف هكذا تواصلوا معه حبيبي وتنيغوسيو 58 29 69 صحيح كاين السلعه وكل سمانه جديد خويا كما قال لكم هكذا يا رقلنا المواطن خويا رقلنا المواطن فقط هذا مكان يا خويا ديروا الماكسيموم تاعنا ان شاء الله يا خويا ان شاء الله نزيد لك 100 خويا نزيد لك 100 10 و 100 زاد رحمي ما كاش راه مين راه اللي زيد لي هذه يا زاد لك يا اخويا يطلع يعني كاش مشكل كاش مشكل راه مين ما كاش إذا مع حبيبي لنا شوفوا جاب لنا الخرفان هذا هما وخلي نهضر مع شي مبرد قال إذا قال لي 84 قلت له بزاف 84 راك في المساعدة يا خويا واش نقول لك هذا نتاع خويا تاع بلادنا الله تاع بلادنا خويا تاع الجلفة الجلفة الله يبارك نحييهم بالمناسبة هذا خويا صراح هذا مسارحين فهمت وحنا رانا في السومة تاع المعقول ماناش في السومة كيما نقولوا هذيك تاع الهبال هذيك بصح دوك المواطن كيسمع 84 يقول لك غالي بزاف لا لا خويا والله راني في المعقول هكذا مازال ما دخلتش للسوق على كل حال بصح كنت تدخل لداخل تشوف يعني هاي المعزة الأخرى والعتروس الأخرى يعني العتروس البري ولادي 5 ملايين 6 ملايين يا خوتي والله غير مشكل سينو سلعة كاينة بكثرة هكذا أنت واش كاين لا والله الحمد لله وين تحطوا إن شاء الله أنتم هكذا أيام العيد وين تحطوا إن شاء الله رانا في سوق الفلاح في شراكة سوق الفلاح في شراكة كنت تسمعوا خوتي راه متواجد في العاصمة دوك نشوفوا بالك وكاين الكونتيتي كاين كاين خويا كاين والفي اي بي كاين خويا هذوك مليح شويه كاين كاين بارك الله فيكم هاي والله كاين بالكرون كاين بلا كرون هاي والله دوك نشوف فرادي ما يسمونيش عمي سموه جمله حاب تخلي الرقم تاعك ما عليش نخلي نيمر والله هكذا اللي حبيت يتواصل مع خويا يجلس ليه الشراكه 0772 ايوه 71 66 75 يا خويا بارك الله فيك ويعطيك الصحه حنا يا لوبجيكتيف تاعنا ساعدنا المواطن يا خويا هذه ام يعرفش ولي لي قال لك يا ناصر انت لك دارنا مشكل والله بارك الله فيك خويا انا اللي همزه تواصل نضد البرك هذا ما كان خوتي الله يعاونكم يا خويا بارك الله فيك اذا كذلك مع اخي شوفوا جاب لكم هذوما الخرفان ولكن بالنسبه للسعر قال لكم مازال ما ساموناش الشهري ما كانش واقيلا هربوا مساكن يا خويا ربي يقدرنا اذا كما قال لكم خونا هذا يدير 12 مليون هكذا و150 الف هذه ساموناها يا اخي والبيع راه بعيد قريب شويه قريب قريب قال لكم قريب هذا واش يكون خروف ثني هذايا مازالوا ثني ساموك هنا 12 مليون و150 والبيض هذايا هذا مازال خروف شحال دار كيف 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 12 مليون والخرفان هكذا منا هذوك راهم في 75 جبنا 77 جبنا كيما قال لكم خويا هذه هي هو كامل المال شباب كيما راكم تشاهدوا ولكن على بالي دائما المشكل هو السعر اللي راكم يعني مجينين منه شابين وهذو ما منزلوش هكذايا هذو تساروا 97 ملايين اذا كذلك مع اخي كذلك جاب لكم الخرفان هذوما وخليك سامونا ب 85 البيع بعيد قريب شويه مازال بعيده قال لكم ماشي بعيد بزاف على كل حال وهذا منا واش دار؟ هذا دار 87 كذلك مع اخي لهنايا واش دار هكذا شيخ؟ ما ساموناش اذا كما قال لكم خونا لهنايا عندنا زوج ستان والاخرين كامل في التنيان هكذايا اخونا راه كيما يقولوا انتوا وين اكزاكتومون في الحراش؟ في الكوارع في الكوارع الله يبارك انتوا واش في سان كوريم انا بالمناسبه وسامونا في 12 يا اخي سامونا ب 12 بالمناسبه راكم تشوفوا يعني الان الخروفه ولات يعني كيما يقولوا تكون باطل الخروف قال لك سامونا ب 45 ونبيع ب 5 ملايين راكم تشاهدوا يا خاطر
تما يعني دوك الان الخروف الصغير الكبيشو خلاص لازم دوك تجيب في بلاصتو كبيشه ماشي كبيشو كبيشه ما كاش يلاه كيما قال لكم كبيشو ما كاش صافي خذ ناصر العماده يجيب كبيشه وخلاص يا خويا ربي يقدرنا مع خويا كذا هذا الانسان يعني شغل سبيسيال يعني دائما كيفاش توعوا هكذا يا محنيه من الفوق باسكو علاش كاين ربما عليه شغل باش ما يتبحرولوش ولا هذه هي ما في جبنا كونتيتي اليوم قال لكم سلعه تباعت الله يبارك قالوا لنا هذا ما ولكن هذا يخدم يعني العاب ويجيب سلعه هذا قلت شحال سمونا بدا شي ونص والبيع 12 والبيع 12 ونص هذا واش يكون تني ربع تني صافا خويا لاباس اه مليك الزوج من خويا الله يبارك صافا ها مليك الخرفان الخرفان وعيهم ساكن يا خوتي هاهم كامل مريحين خونا قال لك ساموني 69 والبيع مازال كيما راكم تشوفوا صافا المصغر لاباس عيهم ساكن يا اخي حبوا يديروا نني الله يبارك كان كات عليك حتى المجموعه هذه مساكن قال لك راه من 4 تاع الصباح هما هنايا في السوق لهذا يا عياو بالمناسبه راهي 8 تاع الصباح حنا عندنا اجزاء كالي ديناهم على 5:30 وكاين اجزاء اللي رانا معاهم هكذايا قال لكم هذوما 8:30 هكذايا 8:200 جمله ولا ديما جمله سموا 8:200 والبيع مازال شويه هاو كبيشو تاع دوك نشوفوا شحال يدير هذا الكبيشو واش كبيشو تاعي شحال يدير؟ 61 61 هاك الكبيشو ديالي ولا يدير 61 والبيع تاعو شحال يروح؟ 65 65 الله يبارك زعما انا 5 ملايين ما نشريش خلاص 61 زعما اذا خونا جاب لنا كذلك مجموعه هنا من الكباش هادو هما مخلطين تنيان وخرفان وبيان سير السعر قال لك سامونا 10:30 يا خويا جمله لا فرادي؟ جمله ها اسمها فرادي شحال دار؟ زدنا 100 عليها والبيع راه بعيد قريب شويه ماهوش بعيد ها اخويا خوتي هذه هي ها اي والله يا اخويا راكم تشوفوا يعني انا راني نصور وانتم راكم تشادوا سي بيان دوماج ربي يقدرنا ان شاء الله ربي ان شاء الله كامل يعاون الناس باش يعيدوا خوكم ناصر دائما همزه تواصل فقط دائما الفيديوهات مازال متواصله بكثره ما تنساوش الدعم فقط نقول لكم تهلاو في ارواحكم سلام